السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على السرعة النسبية، تطبيق 1G. المسألة رقم 1: يقف مسافر في مؤخرة قطار سرعته 15 متر لكل ثانية، بالنسبة إلى مراقب يقف على الأرض ويرمي كرة بسرعة 15 متر لكل ثانية عكس اتجاه حركة القطار. ما سرعة الكرة لحظة رميها بالنسبة إلى مراقب يقف على الأرض؟ بنلخص، هون سرعة القطار بالنسبة للأرض هذه، أو سرعة الراكب بالنسبة للأرض، حنسميها V لسرعة القطار، قطار T بالنسبة للأرض، إذن A. سرعة الكرة بالنسبة للقطار في هذا الاتجاه V، الكرة بول B بالنسبة للقطار T. المطلوب سرعة الكرة بالنسبة للأرض، يعني المطلوب سرعة الكرة V اللي هي B بالنسبة لمين؟ للأرض. الأرض A، الكرة سميناها B والأرض سميناها A. هون الكرة B والقطار T وهكذا. فمنطبق V B A وتساوي ل V B بالنسبة للقطار زائد V الأرض بالنسبة للقطار، عفوا القطار بالنسبة للأرض. كون على استقامة واحدة، إذن جمع، وما بننسى أنه هذا جمع متجهات. إذن وتساوي V B T، وين V B T؟ في هذا الاتجاه. كم مقدارها بالاتجاه السالب؟ سالب 15 زائد بي تي اي في هذا الاتجاه، اتجاه الموجب، إذن موجب 15، الجواب بيكون 0. هي حليتها وفق المعادلة، وهون حللتها لفظي في حال طالب ما قدر يفهم الرموز. سرعة الكرة بالنسبة للأرض تساوي لسرعة الكرة بالنسبة للقطار زائد سرعة القطار بالنسبة للأرض، سالب 15، وهون موجب 15 وفقا للرسم. ممكن خلصنا المسألة رقم 1. ننتقل للمسألة رقم 2. ذهبت عائلة في رحلة بحرية على متن سفينة في قرى دبي. إذا ركض الولد ماجد إلى مؤخر السفينة بسرعة 3.5 متر لكل ثانية، وكانت السفينة تتحرك بسرعة 18، فما سرعة ماجد بالنسبة إلى مراقب يقف على الأرض؟ لأن سرعة السفينة S بالنسبة للأرض إيه؟ هنسمي V S E، وفي الاتجاه الموجب. سرعة الولد بالنسبة للسفينة، الولد B والسفينة S، صار عندنا V B S. مطلوب سرعة الولد اللي هو B بالنسبة إلى الأرض إيه؟ يعني V B A. ونطبقه هون B B A تساوي ل V، شو العنصر الثالث؟ S اللي هي السفينة، V B S زائد V S A. ومنعوض V B S، هذه هي اتجاهها سالب اللي هي سرعة الولد. وين سرعة الولد؟ 3.5 زائد بي اس اي اللي هي هذا في اي اتجاه الموجب بكام؟ 18. هنا السالب هنا
وليست خارج القوس. فلاحظ أنا حليتها بالكلام، يكون الجواب موجب 14.5 متر لكل ثانية، يعني في اتجاه السفينة.